ما زادش بحسن ضعت ثلاثة الناس خاي وصديقي وفنان يعني ضعنا فيه كلنا الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين آمين الله يعاونكم شكرا صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى من الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا خافضنا وحلمك وحلم الدنيا وراء ناظري وانتظر إلى الناس بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق قول على فاستغفر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم. اليوم الأحد 14 يوليوز 2019 الأب ديالي الأستاذ الموسيقار حسن ميكري فقد حياة وربح حياة وحدة أخرى عند الله إن شاء الله. كنشكر بعدا أولا صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي وقف جنبنا في لوقيت هذا المرض ديالو، وكنشكر كاع الفنانين، كنشكر العائلة ديالي، كنشكر المواطنين المغاربة خوتو، كنشكر صحابي، كنشكر الناس كاملين زعما اللي وقفوا معاه، وكنشكر المستشفى العسكري اللي ارتاح فيه. كان في الدار كيتألم، مشى ارتاح تما باش يمشي عند الله مرتاح، ما مشاش مألم. الحمد لله انا هادشي اللي بغيناه هو ما يمشيش مألم، مشى مرتاح الحمد لله، وعطاني واحد الرسالة ان شاء الله انا راه غادي فيها. كان وعدك با كاع دوك الاعمال اللي درناهم في هاد الشهور الاخرين وباقي ما خرجوش، غادي يخرجوا ان شاء الله. وكنبغيك بابا، كنبغيك بزاف، والحمد لله حنا غادي نتلاقاو ان شاء الله الفوق يا ربي. كنبغيك بابا، كنبغيك بزاف. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك اليوم، الله يرحمك ابو حسن، الله يرحمك ابو حسن، الله يرحمك. راه انت الاب ديالنا كاملين. اليوم 14 يوليوز 2019 ربي يبغي يحفظ النهار. شكرا لكم، شكرا لكم، الله يجازيكم بالخير. شكرا اللي جيتوا. السلام عليكم. لطيفة تيجاني فنانة تشكيلية صديقة عمر الحسن ميكري والعائلة ميكري كلها الله يرحمه، فنان كبير وخلى بصماته، وكان من الاولين اللي لا هو ولا خوتو اللي انشأوا مسار فني جديد في المغرب، وجاهدوا وبشكل راقي وبكل اللغات وتفتح على العالم. الله يرحمه وعزائل الأسرة ديالو، عزائل الفنانين المغاربة كلهم، لأنه فقدوا فنان كبير، ولكن عمله أثره متواصل مع خوتو، مع ولدو، مع وفي الفن المغربي. وشكرا. شكرا.